كان البنيه نعم. الاساسيه نعم. كان حاجتين مهمين جدا. نعم. وفي ناس كتير جدا محترمين طلعوا اتكلموا الفتره اللي فاتت قال لك حاجتين مهمين كان لازم الدوله تعملهم، البنيه الاساسيه والامن. والامن، الامن كان من غير امن ما حدش هيجي لك. صح. من غير القضاء على الارهاب في سيناء وفي مصر كلها ما كانش حد هيجي لك. مظبوط. من غير تامين المستثمر مش هيجي لك. نعم. من غير ما المستثمر يجي يلاقي اتصالات في كل حته مش هيجي لك. نعم. من غير ما المستثمر يلاقي قطر بيحركه وسريع وقطر نوم وطياره ومطار اللي حتى كنت بتتكلم عليه من شويه مش هيجي لك. نعم. اذا لازم الاول نعمل البنيه الاساسيه. طب احنا خلصنا البنيه الاساسيه، احنا خلصنا اللي كان اللي يخدم على المشروعات. نعم. اللي كانت موجوده ومحرومه او المشروعات اللي احنا بننفذها دلوقتي. عظيم. طب لو جينا النهارده مثلا عملنا مشروع دلتا، الدلتا الجديد، دلتا بنعمل دلوقتي بنعمل له محاور عرضيه عشان تربط ما بين الوادي وطريق وادي النطرون العالمين وطريق الضبعه والدلتا الجديد دلوقتي. طبعا ده حاجه جديده دلوقتي. دلوقتي ما قلت لحضرتك، انا قلت لحضرتك هل احنا هنتوقف؟ لا. احنا بس خلصنا البلك، خلصنا الكتلة الرئيسية. رئيسية. خلصنا الحجم الرئيسي من الطرق والكباري والسكك الحديدية، وبنعمل في القطر السريع والنقل النهري والنقل البحري ومعظم المواني. نعم. دي البنية الأساسية. بنعمل دلوقتي شبكة تربط ما بين مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة مع باقي المحاور وباقي المواني وغيره. أيوه بالظبط كده. نعم. بالظبط كده. نعم. طب أنت النهاردة كنت هتقدر تزرع في شرق العوينات وتروح بقى مش تنزل بقى المنتجات بتاعتك الى القاهره والدلتا والوادي عشان نوفر الاكل طبعا والمحاصيل الزراعيه لاهالينا، وده مهم. نعم. طب ولكن كنت هتقدر تروح بقى مينا في جرجوب في اقصى الساحل الشمالي الغرب في مصر، كنت هتقدر تروح لمينا برنيس في اقصى. نعم. جنوب شرق مصر عندك مينا ومطار دلوقتي في برنيس. بالظبط كده. نعم. مطار ومينا في برنيس، وعندك بقى الجديد في منطقه جرجوب. ايوه منطقه جرجوب الاقتصاديه الخاصه. فخامه الرئيس صدق على انشاء منطقه اقتصاديه خاصه في منطقه جرجوب 80,000 فدان. دي عباره عن ايه؟ قائمه عباره عن ايه؟ فيها الاساس مينا جرجوب التجاري المدني جنب المينا الحرب اللي موجود هناك. 3 يوليو. مينا تجاري مدني كبير جدا. بتديره وزاره النقل، وشكلنا له شركه عشان احنا رايحين في اتجاه زي ما قلنا سياسه بيع ملكيه الدوله اللي طلعت. نعم. الشركات والقطاع الخاص وبنشتغل. نعم. على طول جنوبهم مصنع للهيدروجين الاخضر. بياخد الميه من البحر يفصلها يحولها لهيدروجين، يسيلها يحولها الامونيا يصدرها من على المينا. طب الهيدروجين ده اللي خد ميه من البحر ده ايه اللي هيفصلها؟ الكهرباء. نعم. طب الكهرباء ده تيجي منين؟ هتيجي من مزرعه رياح وطاقه شمسيه جنوب الطريق الدولي الساحلي على بعد 70 كيلو. على بعد 70 كيلو. نعم. مشروع، انا مش بكلمك في اوهام. انا بكلم حضرتك في مشروع حقيقي صد عليه فخامه الرئيس وصد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضيه الاربع اللي فات مع شركه ديمي البلجيكيه ومعاها مجموعه من المستثمرين الكبار. 80,000 فدان. 80,000 فدان منطقة اقتصادية جرجوب، منطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب بصحراء مصر الغربية. عظيم. اللي مع عمر ما حد راح لها. نعم. ولا شافها. نعم. طب هو كان حد هيروح؟ انا رحتها 2017 عملت حلقة من هناك، كان لسه بيفكروا. بالظبط كده. بالظبط كده. نعم. طب كان حد هيروح جرجوب دي الا لما يتعمل الطريق الدولي الساحلي 6 حارات و6 حارات ويتعمل الطريق حاجة عالمية الطريق الدولي دلوقتي، والقطر يروح. والاهم بقى القطر، القطر الديزل دلوقتي بيتعمل له وصلة من سملة الى جرجوب. نعم. والقطر الكهرباء هيوصل. نعم. طب يعني احنا كنا بنعمل قطر الكهرباء ده عشان نركب ونتفسح؟ لا، ده احنا خلاص خدنا اجراءات ومعانا شركات. مين اللي هيعمل؟ الصين اللي هيعمل المنطقه الاقتصاديه او المصانع او في جرجوب. لا، شركه ديمي البلجيكيه. بلجيكا. شركه ديمي دي اول شركه مضت. نعم. عندنا شركات اخرى، شركه متقدمه عشان تعمل مركز تجاره وتداول الحبوب. هتجيب الحبوب من بره. تصنع نشا وتصنع زيت ذره من الذره، وتصنع اعلاف من فول الصويا، وتعمل زيوت وتطحن وتدخل دقيق. كل ده وتصدر الفائض، تاخد بلح سيوة تعبيه وتغلفه وتصدره. منطقة جرجوب هايل دلوقتي. نعم. فيها 3 شركات، في شركة مرض خلاص تعاقد.
او تعاقد اولي يعني بالاعرف الاولى. نعم. ولسه بقى الموضوع هيخش مجلس النواب وتراجع في مجلس الدوله. هياخد وقت شويه، ولكن هتلاقي منطقه جرجوب الاقتصاديه الخاصه، منطقه زي كده زي منطقه شرق بورسعيد الاقتصاديه الخاصه ومنطقه السخنه بتنمو في شمال غرب مصر. طب احنا مش هنعمل هناك في الناس اللي هتعيش او يبقى في تنميه؟ انا جاي لحياتك اهو، انا جاي لحياتك اهو. ايوه انا 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 قلت المصنع الهيدروجين مصانع والكهرباء اللي هتولد من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه مفيش فيها ابدا وقود احفوري. ثم بعد كده منطقه ثلاثه منطقه سكنيه، منطقه سكنيه اسكان متوسط والموظفين والعائلات واللي موجودين. وفي هناك قريه اسمها قريه النجيله. طبعا القريه دي هتكبر وتتوسع النجيله. نعم. وهيبقى في سكن للي موجودين، ثم في سكن سياحي منطقه فنادق وقرى سياحيه وغيره وغيره. نعم. ثم في منطقه لوجستيه كبيره جدا، منطقه اداريه ومخازن وغيره وغيره الكلام ده، كل ده نشاط وفي منطقه زراعيه في منطقه منبسطه وفيها امطار. حضرتك كنت فاكر كان في بعض السنين القوات المسلحه اللي بحييها دايما بتزرع قمح في المنطقه الغربيه في الحته دي. نعم. هيتزرع ايضا قمح سواء على الامطار او سواء على المياه الجوفيه. 80,000 فدان دول كل المشروع ده ان شاء الله باذن الله سيرى النور خلال 24 شهر، وهناخد حضرتك ربنا يدينا طول العمر وحضرتك ان شاء الله ونروح وتصور وتشوف مصنع هيدروجين بيتعمل ومينا مدني كبيره جدا بتتعمل فيها هتصل فيها الارصفه ال 15 كيلو حاجه. كل الكلام ده كان ممكن يتعمل من غير بنيه اساسيه؟ لا يمكن. كان في مستثمر يقدر يجي هنا ويستثمر الا لما تعمل له مينا وتعمل له طريق وتعمل له قطر. كم حد هيشتغل في المشروع ده؟ تقريبا في المرحله الاولى 5,000 وظائف مباشره و50,000 وظائف غير مباشره.